اقتراح كويس، بس يا ريت يتطبق على مثلا اكبر فئه من المجتمع اللي ممكن تكون مرتباتها ضعيفه، موظفين او حاجه زي كده، فيبقى حاجه كويسه. هو يا ريت يرحم ناس كتيره قوي من دفع الضرايب، لان في ناس بتدفع ضرايب ورواتبها ما بتجازيش الكلام ده كله، ما بتاخدش راتب قد الضرايب اللي بتدفعها. يعني لو في اعفاء مراعاه لظروفهم يعني احسن. يعني هو يا ريت، هو طبعا المطلقه والارمله دول طبعا يستحقوا، ولكن في فئات تانية كتيره جدا في ظل الغلاء اللي احنا بقينا فيه، وغلاء طبعا مبالغ فيه جدا، فالناس كلها دلوقتي يكاد يكون الاغلبيه العظمى محتاجه مساعده. فيا ريت ان مجلس الشعب لما يطلع قرار ما يقصرش على حد معين، يعني وسع المجال شويه، الناس فعلا محتاجه جدا. كويس ان هم بيعذروا الناس اللي هي اللي على قدها، يعني الأرامل والمطلقات بيبقى حوالهم طبعا يعني ناس غلابة وكده، فده حاجة كويسة. ويقترح ان هو الأرامل والمطلقات وان هم يتعفوا من الضرائب، لان هم ذو احتياجات يعني للمادة وكده، وطبيعي ان طبيعتهم ما بيلاقوش شغل وكده. ان الضرائب ده تستحقها ناس يعني من الطبقات المتوسطة او الطبقات الفقيرة، في طبقات يحسبوا المعاشات كام وده كام، وبناء عليه الضرائب تدفع، لكن الناس اللي رواتبها ضعيفة ليه تدفع ضرائب؟ ده بحاجة كويسة هتخفف الضغط عنهم جامد طبعا، يعني المطلقين والأرامل دول طبعا يكاد يكون دخلهم محدود أو مفيش دخل، فحاجة هتبقى كويسة. بس في ناس كتيرة بتستحق إنها بتتعافي من الضرائب، لأن الضرائب بتبقى كتيرة على الناس. يعني طبعا اكيد المطلقه دي بالذات والارمله، المطلقه خلاص يعني هي حصل انفصال، فاكيد هو في مشاكل وفي مش هيصرف عليها، فطبعا هي محتاجه، والارمله دي طبعا هتبقى معاها ايتام، فاكيد طبعا هي في يعني في ظل حاجه جامده جدا لحاجه زي كده.